روسيا التي تستضيف المونديال بعد أقل من أسبوعين لم تكن مشاركة في مونديال 2006 كمنتخب، لكنها كانت ممثلة بحكمها الروسي فالنتين إيفانوف الذي أدار مباراة لن ينساها تاريخ كأس العالم. إنها مباراة البرتغال وهولندا في دور 16 لمونديال ألمانيا، أو كما نسميها معركة نورنبرغ، ويسميها البرتغاليون باتاليا دي نورنبرغ، ويسميها الهولنديون سلاغ فان نورنبرغ. مباراة البرتغال وهولندا هي الأعنف في تاريخ المونديال بالأرقام، فهي المباراة التي شهدت إشهار الحكم لستة عشرة بطاقة صفراء، تحولت ثمان منها إلى أربع بطاقات حمراء. العنف بدأ مبكرا حين نال مارك فان بوميل بطاقة صفراء في الدقيقة الثانية، وتوالت البطاقات الملونة، فحصل من البرتغال مانيش وبيتيت وفيجو وحارس المرمى ريكاردو ونونو فالنتي على إنذارات بسبب العنف أو إضاعة الوقت، وحصل من هولندا إلى جانب فان بوميل بيست شنايدر ورافائيل فان دير فارت على بطاقات صفراء بسبب العنف أو الاعتراض. فيما طرد كوستينيا وديكو من البرتغال، وطرد خالد بولحروز وجوفاني فان بروكهورست من هولندا والأربعة بسبب الحصول على بطاقتين صفراوين. وتلقى الحكم الروسي إيفانوف انتقادات وقتها من سيب بلاتر رئيس الفيفا لعدم قدرته على السيطرة على المباراة، فيما سنده مسؤولون آخرون لأنه التزم بتعليمات ضرورة الحزم وعدم التساهل مع خروج اللاعبين عن النص. معركة نورنبرغ انتهت بفوز البرتغال على هولندا بهدف مانيش، وتأهل فريق لويس فيليب سكولاري إلى ربع النهائي لمواجهة إنجلترا في غياب ديكو وكوستينيا، وفازوا بركلات الترجيح ليتأهلوا إلى نصف النهائي ويخسروا من فرنسا التي تأهلت للنهائي وخسرت بركلات الترجيح أمام إيطاليا التي توجت في النهاية بلقبها الرابع في التاريخ.